أرحب مباشرة بمدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. سأبدأ معك بإحصائيات لهذا اليوم الأول، ونتحدث عن أرقام تحديدا إذا كانت موجودة لديكم، عن أعداد المتخلفين، أعداد المتقدمين، الإشكاليات التي حدثت خلال هذا اليوم الأول. شكرا لك أخي. نستطيع القول أن اليوم الأول من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الامتحان التكميلي سار سيرا حسنا كما هو مخطط له، حيث أتيح للمسجلين لهذا الامتحان وعددهم 29,000 طالب من المشتركين من كافة الفروع، وتقدموا لامتحان التربية الإسلامية في ظروف مريحة وأجواء صحية آمنة. التغذية الراجعة التي وصلتنا من الميدان من خلال الفرق الإدارية والفنية التي تجري الامتحان وتراقبه أشادت بسير الامتحان وأكدت على أجواء الارتياح بين أوساط المشتركين في هذا الامتحان، ولم يرد لنا نحن في مركز الوزارة أي ملحوظات أو تحديات جوهرية رافقت عقد الامتحان. وهنا لابد أن نقدم الشكر الجزيل لكل كوادر وزارة التربية والتعليم، كل في موقعه، على قيامها بواجباتها ومهماتها على أكمل وجه. وأقدم من خلالكم شكر لمؤسسات الدولة الشريكة التي قدمت لنا الدعم والمساندة. كذلك نقدم كل الشكر والتقدير لبناتنا وأبنائنا المشتركين في الامتحان على التزامهم بتعليمات الامتحان وإجراءات السلامة الواردة في البروتوكول الصحي. أما بالنسبة لأعداد المتخلفين فلغاية الآن لم تكتمل عندنا البيانات التي تأتي تباعا من مديريات التربية والتعليم، فما في عندي رقم يعني لحد الآن واضح. فيما يتعلق بمسألة الشروط والإجراءات السلامة العامة والشروط التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم لدخول الطلاب إلى القاعات الامتحانية من ناحية الجرعتين أو حتى فحص PCR سلبي النتيجة، هل واجهتم أي مشكلة أو وصلتكم أي معلومة حول احتمالية إصابة أحد الطلبة؟ هل تم عزل أحد الطلبة في الغرف المخصصة للتقديم؟ الحقيقة احنا تصلنا قوائم بالمشتركين المصابين محدثة يوميا، نحن بدورنا نعممها على مديريات التربية والتعليم وعلى قاعات الامتحان، ونعتذر عن عدم دخول أي طالب قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا. ولكن كانت هناك تصريحات بأن هناك غرف جاهزة للطلاب الذين يعانون ربما من ارتفاع في درجات الحرارة أو بعض العوارض. نعم، هاي عند المسح الحراري الموجود والمعتاد في كل يوم امتحاني، إذا ثبت أنه طالب يعني عنده ارتفاع في درجات الحرارة يوضع احترازيا في غرفة خاصة تسمى غرفة العزل. طيب الآن فيما يخص مسألة التصحيح التي جاءت التصريحات بأنها ستبدأ مباشرة وحسب النظام في القارئ الضوئي مع عدم مباحث الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية سيكون هناك مراكز تصحيح، هذه العملية كيف ستتم بناء على المعطيات السابقة أو بعض الملاحظات السابقة على مسألة القارئ الضوئي في اعتماده كعملية تصحيح؟ القارئ الضوئي احنا بنستخدمه من 3 دورات امتحانية سابقة، وثبت انه هذا القارئ مجدي ونسبة الخطأ فيه 0، ولذلك ما زلنا نحن نعتمد القارئ الضوئي في الأسئلة الموضوعية. وهناك عمليات مراجعة مستمرة لعينات من العينات يدوية نقوم بها تصحيحها يدويا، ولم يثبت أبدا يعني خلل في أي جزئية من جزئيات التصحيح على القارئ الضوئي. يوم السبت يدخل أمر الدفاع 35 حيز التنفيذ دكتور محمد، الإجراءات هل سيتم تغيير في الإجراءات من ناحية استقبال الطلبة على مسألة القاعات وعلى العملية الامتحانات بشكل عام وسير العملية؟ سيدي الأصل أن يلتزم المشتركين جميعا بأمر الدفاع رقم 35 وهو تلقي جرعتي من لقاح فيروس كورونا، هذا هو الأصل. أما الاستثناء فهو أي طالب لم يتمكن بعد من
الحصول على جرعتين أو حصل فقط على جرعة واحدة عليه أن يحصل على فحص بي سي آر سلبي النتيجة معتمد لدينا لمدة 48 ساعة. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنالة، شكرا لك.